أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 17 حالة وفاة. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر بلغ 7588 حالة، من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بالإضافة إلى 469 حالة وفاة. نشاهد رسالة أحد الممرضين من داخل مستشفيات العزل ونعود لنبدأ الحوار. مستر أحمد شاه محمد حسن، ممرض رعاية مركزة وطوارئ مستشفى أها المركزي. احنا دورنا كممرضين مسؤوليتنا هنا ان احنا نحمي نفسنا ونحمي المرضى كلها. العلاج في الوقت الحالي اللي مكتوب كما مدون في التذكرة من قبل الدكتور، الدكتور طبعا ما بتأخرش عننا في أي وقت. أنا لسه عريس جديد، أول ما البلد احتاجتني جيت عشان أقدم المسؤولية بتاعتي وأقدم واجب للوطن، واجب كممرض نحو أي مريض. يمكن ربنا يجعلنا سبب ان احنا نرسم الابتسامة في وش كل مريض. جيت هنا عشان خاطر ان انا احميك واحمي نفسي واحمي اهلي. طبعا المنظومة الطبية بالكامل بتعاني ظروف استثنائية، مش بس الاطباء، اطباء وطواقم تمريض وكل المشاركين في هذه المنظومة بيعيشوا اوقات صعبة نتمنى تجاوزها على خير. بنرحب عبر خدمة سكايب بالدكتور طاهر مختار، العضو السابق في نقابة الاطباء. برحب بيك يا دكتور. اهلا بيك. يعني خلينا نبدا من الرساله اللي وجهها الممرض وننطلق بها للازمه اللي حاصله في الاعداد، اعداد الاطباء والطواقم الطبيه اللي دفعت البعض للتفكير حتى في تحويل الصيادله الى اطباء بشريين. تفتكر ايه سبب الازمه دي وتتعالج ازاي؟ الأزمة المرتبطة بمنظومة الصحة في مصر مش بس مرتبطة بالكورونا، هي أزمة مزمنة لها علاقة بسياسات الدولة مرتبطة بمنظومة الصحة، بالمستشفيات، بتأهيل الكوادر الطبية، بالأجور، بالخدمات الطبية، بالنظام الصحي نفسه، بالأجهزة في المستشفيات، بالبروتوكولات العلاج. مشاكل كتيرة مزمنة اتكلمنا عليها أكتر من مرة، وأعتقد هي مش خافية على الناس الموجودة في مصر. الموضوع لما جاء مع أزمة الكورونا الأزمة بدأت تبان بشكل أكبر، لأنه مرض سريع الانتشار، فيروس سريع الانتشار ممكن يصيب أعداد كبيرة في وقت صغير. بيبين كمان المنظومة وهي قد إيه قادرة إن هي تحمي أعضائها فيما يخص الوقاية من انتقال الفيروس لهم من خلال وسائل الوقاية المختلفة اللي المفروض يتم تقديمها ليهم، واللي ما بيتمش تقديمها بشكل كافي. بينت كمان قدرة الدولة على عمل الفحوصات، هل قادرة تعمل فحوصات موسعة ولا لا؟ للأسف لا، مش قادرة تعمل فحوصات موسعة، وللأسف لا كمان مش قادرة تعمل فحوصات لأعضاء الفريق الطبي اللي بيكونوا وآخر رقم اتكلمنا فيه كان مع الحالات. تقريبا 7000 تحليل يوميا، ده آخر رقم تم الإعلان عنه، وده أكبر من اللي كان بيحصل قبل كده. احنا كان في البداية كان 2000 فقط يوميا، وصلنا ل 7000، وده يمكن بيفسر ان مع إجراء تحليلات زيادة بدأت الأعداد نشوف التلتميات وتقترب من 400 حالة، وده ما كانش بيحصل قبل كده. مظبوط مظبوط. و7000 رقم هو رقم ضئيل جدا بالنسبة لعدد السكان في مصر. يعني لما يعني يا 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 يعني في النهاية في الآخر لما دولة زي فرنسا مثلا بيفكروا دلوقتي ان هم يخففوا اجراءات الحظر، الحجر الصحي الموجوده، بيتكلموا في 700 الف تحليل في الاسبوع عشان يخففوا شويه، ولما الدنيا هتتخفف شويه مش هتكون مختلفه كتير عن الموجود في مصر دلوقتي. وعدد السكان في مصر اكتر من فرنسا، اكتر بحاجه بسيطه يعني، ولكن مش هذه يعني النقطه، ان الرقم 7000 ده فعلا رقم قليل جدا جدا جدا. ولما ال 7000 يطلعوا 300 حالة، لا يعني لو عملت 20000 يطلع عندك كام حالة؟ لو عملت 50000 يطلع عندك كام حالة؟ بس هو التحليل مش بيكون وانت زي ما انت عارف بشكل عشوائي، هو بيكون للمخالطين او للي بيعانوا من اعراض بشكل مباشر، يعني ما بيحصلش حتى تحليلات عشوائية زي ما بيحصل في بعض الاماكن.
لا ما بيحصلش تحليلات عشوائيه، واكتر من كده ما بيحصلش كمان تحليلات لبعض المخالطين. يعني في شكاوي متعدده من اعضاء في الفريق الطبي موجودين في مصر كانوا مخالطين لحالات، وبيتم رفض عمل الفحوصات لهم، المسح عليهم، الا بعد ما بيعملوا ضغوطات جامده وبعد ما بتحصل ازمات ومشاكل، بعضهم بيقدر في الاخر يوصل ان هو يعمل التحليل وبعضهم ما بيقدرش. فحتى للناس اللي هي المخالطه وهم فريق طبي، وان هم مش بس عشان صحتهم وعشان صحه اهلهم، عشان كمان ممكن يكون هم وسيله انتقال لمرضى اخرين لو هم ما تمش فحصهم، دولت كمان بيعانوا عشان يتعمل لهم الفحوصات، ودي المفروض من الناس اللي تتعمل، يعني اول ناس تتعمل لها. يعني انا هقول لحضرتك مثال بسيط عملي، انا طبيب شغال في مستشفى في احد مستشفيات فرنسا حاليا، في احد الاقسام اللي انا يعني شغال فيها اكتشفوا ان في طبيب عنده بوزيتيف، عملوا لكل المبنى مش بس للقسم، كل المبنى من اوله لاخره، تمام. فده يعني طب مش عشان ده واحد برضو بس. خاضع لامكانيات كل دوله يا دكتور؟ ما في النهايه يعني في دول عندها المقدره، في دول لا ما عندهاش، في دول حتى لو فكرت تزود اعداد الكواشف اللي عندها الموضوع مش سهل، مش متاح قوي دلوقتي لان معظم الدول بتحتفظ بانتاجها لنفسها. فهل ينفع نتكلم عن ده من غير السياق بتاع امكانياتنا ايه واحنا نقدر نعمل ايه؟ لا هو انا لما بتكلم على السياق بتكلم حوالين اولوياتنا كدوله على المدى الطويل فيما يخص منظومه الصحه. يعني ماشي، انا ده طبعا ما فيش اللي خلاف بدات عليه. هو ده اللي انا بدات بيه كلامي، قلت ان ازمه كورونا بتكشف يعني ضعف منظومه الصحه في مصر. يعني بعيدا عن يعني في الاخر ايه اللي كنا ممكن نعمله من قبل كده وايه اللي ممكن نعمله دلوقتي، دولت سؤالين ممكن يعني يتم طرحهم. اللي كان ممكن يتعمل من قبل كده على المدى البعيد، لا في تقصير واضح فيما يخص سياسات الصحه. فيما يخص اللي يتعمل دلوقتي كمان تحديد الاولويات، مين اللي يتعمل لهم التحاليل ومين ما يتعمل لهمش التحليل، فيها كمان مشكله. يعني انا برضو يعني الاخبار اللي بتيجي من مصر ان التحاليل بتتعمل للناس القريبه اكثر من دوائر معينه مرتبطه بالنظام السياسي ومناطق القوه فيه، اكثر ما بتقدم للمستحقين بشكل حقيقي. ودي ازمه موجوده في مصر حاليا من اكتر من تقرير طالع الفتره الاخيره. يعني ففي الاخر حتى توزيع التحاليل نفسها في مصر ما بيتمش بشكل فيه حتى اللي هو موجهه الى المستحقين بشكل حقيقي او اللي ممكن يفيدوه بشكل حقيقي. لما احنا بنتكلم عن التحليل واهميته، التحليل واهميته مش بس للي عنده المرض، التحليل اهميته لمنع انتقال المرض. لانك لما في بلد يكون اجراءات الحجر فيها ضعيفه زي مصر، اللي هو حجر عدد ساعات معين وبقيه الوقت الناس بتتحرك براحتها، لما يكون عندك مكان زي ده والحالات مش مكتشفه ومش محدده ومش معمول لها عزل لانه عنده المرض، ده بيكون في الاخر وسيله هينزل انتقال ويختلط للمرض بالناس. داخل المجتمع. مظبوط. فعشان كده لما بنتكلم على التحليل، التحليل مش بس للشخص، التحليل هو ضروره مجتمعيه، ضروره لكل الناس مش بس للاشخاص في حد ذاتهم يعني وكده. طيب خلينا ننتقل بقى للخطوه اللي بدات وزاره الصحه ووزيره الصحه لما حولها، وهي انه احنا وصلنا للحد الاقصى في مستشفيات العزل، بالتالي الفتره المقبله هيكون العزل في المنازل، انه لو حتى حد عنده اصابه مؤكده بكورونا هيتم عزله في المنزل من غير الوصول للمستشفيات الا في حاله ان الحاله تاخرت او انه احتاج للتدخل. هنا بقى بيظهر سؤال مهم. بعض دول العالم بتاخد الاجراء ده، لكن في النهاية هل المنظومة الصحية في مصر قادرة ان بمجرد ما حد يعاني ويعني يكون محتاج لتدخل سريع طبي، هل عندنا الإمكانية احنا ننقله بسرعة وان احنا نتعامل مع الموضوع بسرعة؟ للأسف رأيي لا، رأيي إن مفيش منظومة واضحة ومحددة ومفيش إمكانيات تقدر تستوعب الناس في حالة إن هم لو احتاجوا. وأنا شايف إن هم بيحاولوا يبعدوا الحالات، يبعدوا الضغط عن المستشفيات وعن منظومة الصحة، ولكن مش اللي هو يقلل الضغط عشان توجيهه للمحتاجينه أكتر ما هو تخفيف الضغط عنهم، لأن هم ما عندهمش حاجة يقدموها. يعني أنا إحساسي بالقرارات اللي طالعة هي رايحة في الاتجاه ده، ان هما يعني عايزين يبعدوا المشكله عنهم، اقعدوا في بيوتكم وخلاص. ولكن يعني الدول اوروبا وفي امريكا اللي عملت الفكره بتاعه الحجر المنزلي، فعلا في نظام واضح وقوي يقدر العربيه الاسعاف تكون موجوده في البيت في خلال 15 دقيقه. انا مش ببالغ لما بتكلم 15 دقيقه اللي هو الوقت الكبير حقيقي.
من 5 ل 10 ل 15 دقيقه، ده الوقت العباد بتنتقل فيه لو واحد حصل له مضاعفات. وكمان في تقييم بسكور شيت اوضح من كده، لو واحد بدا قبل ما يوصل للمضاعفات اللي هي الاخيره اللي يحصل فيها فشل في جهاز التنفس، بيقدروا يعني يتعاملوا مع الحاجات بجديه اكتر من كده. يعني على تمام، زي ما قلنا هو الموضوع سؤال مهم مطروح، انه ما فيش يعني لو افترضنا ان ضرورة البقاء في المنزل، فده برضو بيطرح سؤال لازم وزارة الصحة تجاوب عليه وتقول لنا ايه امكانياتها ان هي تتدخل سريعا لانقاذ الحالات اللي محتاجة تدخل سريع. خليك معايا دكتور طاهر مختار، لاننا محتاجين برضو نسمع رأيك في الفقرة المقبلة.